السلام عليكم. قمنا بزيارة المقبرة الأخرى في العشر الأواخر من رمضان قبل أن يتم إغلاقها قبل ليلة القدر، ولاحظنا أن المقبرة تعاني الإهمال والعشوائية والتشرد في التسيير، رغم أنها تعتبر أكبر مقبرة في الدار البيضاء بمساحة تقدر 137 هكتار، وهي قطعة تابعة للدولة تكلف بتسيير ذاتها بذاتها، ولها مدخولها الخاص بها، حيث أنها يستفيد منها 14 جماعة ترابية، لكنها في الآونة الأخيرة تعرف العديد من التجاوزات، من بينها انتشار كبير للنفايات والأوساخ المرمية على قبور المسلمين والأشواك والإهمال والنباتات الضارة، وإهمال كثير للقبور التي لا تستطيع رؤيتها، وتكسير القبور ومخلفات الأمطار الأخيرة التي انهار على إثرها العديد من القبور، بالإضافة إلى انتشار عدد كبير من المتسولين وبعض الخارجين عن القانون، وكثرة الفقهاء واللصوص والمحتالين. لماذا أصبحت الدار البيضاء تعيش هذه العجوائية والإيمان في التسيير؟ ألا تستحق الأحسن أن تكون لها مقبرة كمقبرة مارتين التي تحس أنها ذات طابع غربي بحكم النظام والتعقيم الجيد واللون والزخرفة الموحدة للقبور، وذلك كله بسبب التسيير الجيد والمعقم والحكامة واحترام الأموات وتبسيط الزيارة على المواطنين وتسهيل الولوج والخروج منها؟ أترككم مع الفيديو الذي يدمع له العين، وشكرا. فينا ما دولك يشدو زبالة فلوس ما كيخلصو الناس. صاحب هاد الماكينه مسؤولين لو حشومه تيبقى هكا، الناس اللي كيدير الخبره ما كاين لا زياره ولا اللي مسؤول على الخبره ما كيدش صاحب هاد شوكو. الشركة كتشد بالك وسط الكبور وما كتبقاش النظافة ما كتبقاش عليها بعض الأسباب. هذا ممكن تمشي في الكبار ولا كيقاد هادشي جاي بهاد الحشمة والناس الكبار كاملين هادشي حتى الناس مكيديروش حتى الطيارة. فين هاد الشركة اللي مسؤولة؟ فين هاد باش ولا يعرف قبور في هذه البلاصه؟ شوف
دابا دخلنا عليك والله كيفاش غيزوروا هاد القبوره بحال هكا؟ شكون اللي غادي يشوف هاد القبر؟ الناس هملوا لا حول ولا الدوله هي فينا هادو اللي مسؤولين على هاد الشيء فينا هم؟ الناس ما قادين يجوا حتى لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم انا دلا منك اللهم انا دلا منك اللهم انا دلا منك. جاء الزبال ما كيتجمعوا لا حول ولا قوه. القبور تهدموا كامل داك النهار كنا شتا كتصب دابا ما كاينش حتى والو. واش هذا ما كيدوروش هاد الوقت غير ما كيقادوهمش ما كيدوش هاد الوقت. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.